دابا قررنا نكملوا البروميير جورني دي كومبيتيسيون. بدينا الصباح كاع لي زيكيب وصلوا في الوقت الحمد لله، كلشي داز مزيان اي فوالا، كلشي فرحان وداكشي اللي بغينا الحمد لله وصلنا ليه. سي بون كل يوم سيجي طنجة عملوا ماتش زوين الحمد لله، احنا ادينا نتيجة ايجابية راجعين بالكأس الحمد لله من طنجة، كنمثلوا المعهد العالي للسياحة بطنجة، صافي 4 موا احنا كنترينيو ماتش جاي عن عمل بسيط الحمد لله، والله الا عانينا بزاف عانينا بزاف ولكن الحمد لله ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله والحمد لله. زعما اول حاجه يعني احساس كبير، احنا اول مشاركه اول فوز وجينا الاولى وعن جدارة واستحقاق، واذا شفتوا الاداء جميع الجماهير قالوا لنا احنا كنستحقوا اللقب، واهم حاجه يرجعوا لنا الاستوديو ديالنا المعهد العالي للسياحه بطنجه وغنرجعوا باللقب. وميرسي ا تو لي ستوديون ا تو لي بروفيسور دي ديكاس مسيو عفيف وفيفا ليكيب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.